إن شاء الله راح نتكلم عن بكتيريا خطيرة جدا تسبب بعض التقرحات في المعدة. اسمها البكتيريا الهيليكوباكتر بالوري، عبارة عن بكتيريا عضوية تصيب جدار المعدة وتسبب أكثر من 80% من قرح المعدة و 90% تقريبا من قرح الإناث. أيضا طبعا أغلب من يحملون هذه الجرثومة لا يعانون من أي أعراض، أي أنها طبعا ليست يعني مخيفة كما تتوقع، ولكن علاجها يعني ضروري إذا يعني إذا سببت أي التهاب أو قرحة في المنطقة. في دراسات تقول أن ثلثي يعني العالم مصاب بهذا يعني البكتيريا، ويعني قد يعني تسبب تشقق في جدار المعدة بشكل عام، ويعتقد أن لها علاقة بأورام المعدة. وحتى الآن يعني سبب المرض ليس معروفا بالضبط، ممكن تكون راجعة إلى هذه البكتيريا، ومن الضروري استشارة الطبيب مباشرة عند الإحساس بأي ألم أو تورم ولو خفيف في المعدة. وأيضا من الضروري الإحساس عند الإحساس يعني بأي الإحساس ببطانة المعدة أنها مجروحة أو يوجد فيها تقرحات أو آلام فظيعة جدا أو مغص شديد جدا، من الضروري استشارة الطبيب عليه مباشرة لكي يتم العلاج المبدئي لهذه الحالة، لأن إذا تطورت يعني تطور المرض داخل بطانة يعني المعدة أو الأمعاء الدقيقة ممكن يعني يسبب الوفاة، وأيضا التمزقات الشديدة في المنطقة، وهذا خطير جدا على الإنسان. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.